قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة تكميلية لموضوع الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من القس الكونان فائق حداد والأب معين الحلو والدكتور جلال فخوري والسيدة ميري حتر. وقد أثر الضيوف الحلقة بما قدموه من إرشادات ونصائح للأسر والخطاب، والتي تساعدهم على بناء علاقات زوجية مبنية على الحب والاحترام والتسامح، وتحد من الخلافات الأسرية بين العائلات. فإلى هناك. الهدف من الزواج وماذا يريد الله من هذا السر؟ فالآية بتقول إنه شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أبونا طبعا هاي رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. نعم. لما تقال في الكنيسة النساء، أول إشي لما بتطلعوا على كلمة اخضعنا بحسوها فيها عنصرية وفيها تمييز، وبقول لك هذه الآية فيها يعني تقليل من شأن المرأة، لكن هذا بدل على أنه الروح الإنجيلية والروح المسيحية مستحيل يكون فيها آيات تنزيل من شأن إنسان خلقه يسوع المسيح خلقه الرب. فكيف بالأحرى أنه هذه الآية تقال من القديس بولس الرسول أنه يحط من قدر المرأة، لأنه يسوع المسيح في كل حياته على الأرض كان يرفع من شأن المرأة بداية، وكأن القديس بولس بحكي ما تعترضه أول ما بلش الآية، شو بحكي؟ شاكرين. يعني أحكي الحمد لله على هذا السيستم اللي حطه الله تعالى في 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 كتابه. هلا من البدايه الايه بتحكي خاضعين بعضكم لبعض. نعم. الزلمه بيخضع لمرته والمره بتخضع لزلمه. قبل ما يفصل انا بسميه التقسيم الوظيفي. نعم. يعني هذا الخضوع السلطه الوظيفيه، يعني او المسؤوليه بالضبط. نعم. بالمسؤوليه، لان الرجل الشرقي تأسس عنده سر الزواج منذ أيام يسوع المسيح إلى يومنا هذا في منطقة فلسطين والأردن بلاد الشام، أن الزوج هو رأس البيت رب العائلة وهو المسؤول الأول عن المعيشة التكاليف العلاقات الاجتماعية. نعم. هو اللي بينظمها مع التوافق والتنسيق مع زوجته. الزواج أصلا هو فكرة إلهية. نعم. مكللة بالنعمة، هو من دلائل هذه النعمة والاستند إلى النعمة أولا قضية الإيمان. نعم. كلما كان الإنسان مؤمن كلما تقرب من الله، وبالتالي أنه تحل الهدوء والسكينة على الإنسان. نعم. هذه أول الهدوء والسكينة. إن التحدي، أي تحدي الإنسان من السماء لقبول الإرادة الإلهية، وبمعنى أكثر دقة إنه الله بيختبر الإنسان
في موضوع الزواج لمعرفة مدى تحمله وصبره على مشاق الحياة ومتاعبها. جميل. ثالثا قضية الزواج هي استكمال للمفهوم الإلهي، أي أن حتى تكتمل صورة الله في ذهنه خلق هذه الوسيلة، وسيلة الزواج، إيمان على أكمل وجه في الكمال الإلهي. الزواج ككنيسة لم يتغير بالموروث، والزواج واحد في مفاهيمه الكنسية والكتابية لم يتغير شيء. أما الموروث الاجتماعي فقد تم تغيير كثير من الأمور والشؤون. نعم. الزواج في السابق نقدر نحكي هالأمثال الرائعة اللي كانوا بيستخدموها. نعم. النسب نشب، يعني بيكون معلق مع بعض الأعمام والإخوال والنسب والعائلة. نعم. اليوم منشوف الانفراد في العلاقة والاتصال، الانقطاع عن ممكن العائلة أو العائلة الممتدة. نعم. السابق كانت الاحتفالات الرائعة اللي ممكن يحتفلوا فيها، ما كان في إشي اسمه بمفهوم اليوم حفل الاستقبال أو الريسبشن. نعم. كانوا كل العائلات إن كان للعريس أو العروس بيعملوا هالاحتفالات في هالبيت، العمة والخالة الأخت والجارة والكل بيكون بيفرح وبيزغرت مع بعض بفرحة هالعائلة والزواج. نعم. الأسرة كان في دايما من يرعاها. نعم. خصوصا كبير العائلة إن كان من طرف الزوج أو الزوجة. هنا رسم الرب سر الزواج بقوله تبارك اسمه: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. نعم. وهذا معناه أن الروح القدس هو الذي يجمع بين الزوجين في سر مقدس. نعم. يقول بولس: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إن هذا السر العظيم، اثمروا واقتروا واملأ الأرض. نعم. وقال أيضا: أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. نعم. فعندما نقول الزواج سر مقدس، السر يسمو على أي علاقات، يعني علاقة سرية في عهد مقدس. فما كيف نعد هذه الأجيال لهذا السر المقدس؟ نعم. دكتورة، يعني إذا إحنا بدي أتعلم قيادة المركبة أنا بدي دورات، إذا بدي الكمبيوتر بدي دورات، فهل نعد هذه الأجيال لمفهوم بناء أسرة؟ نعم. يعني الزواج الهدف منه قيام أسرة على المحبة والوفاق والتفاهم، هل نعد المقبلين على الزواج إعداد سليم لمفهوم الزواج وبناء الأسرة؟ نعم. يعني للأسف، يعني أنا كناشطة في العمل العام ونعمل أحيانا بالإرشاد الأسري، يعني أجد أنه مفهوم الزواج هو مجرد المظهر، العلاقة الزوجية القائمة على العلاقة الجسدية، ولكن غرس المبادئ الروحية، البعد الروحي في الزواج غائب عن المفاهيم في كثير من الأحيان. نعم. كنت ألاحظ شغلة أن الخطاب كانوا في الأغلب يجوا على مضض، عرفتي كيف؟ نعم. يعني يحضروا دورات الإعداد للزواج على مضض. نعم. ولكن في كل مرة كنت ألاحظ أنهم في كل مرة كانوا روحوا مبسوطين. ليش؟ لأنه ببلشوا يدركوا شوي شوي أنه في أفكار غنية بتساعدهم لتأسيس حياة زوجية أكثر عمق مبنية على كلمة الله. نعم. وفيها أبعاد عملية لحياتهم. نعم. هلا بالنسبة لي خلاصة الموضوع كله. نعم. وأنا دائما بحكي وبقول إنه الزواج المسيحي بقوم على قاعدتين. نعم. ذكرهم القديس بولس في رسالته لأهل أفسس، والقاعدتين هم إنه على الرجل أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة. نعم. وعلى المرأة أن تخضع لزوجها كما تخضع الكنيسة للمسيح. نعم. هذول القاعدتين هم الأساس في بناء أي زواج مسيحي. نعم. باعتقادي الشخصي وبخبرة متواضعة بقول
لو الزوجين أدركوا هذه يعني أهمية هاتين القاعدتين وبنوا حياتهم عليها، أنا بعتقد أنه 90% على الأقل، وهذا مجرد يعني رقم تخميني، بعتقد أنه غالبية مشاكل الزواج تخلص.